صباح الخير، كدير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، اموركم هانيه؟ يلاه دوش، بغيت نشف شعري باش مع الطلاق. علاش ما نقول غنوض غنوض مع راكم عارفين مع العيا ديال السفر بدات ترجع فيا الروح. السيشوار هذا كتخليه عندي مريم باش نبدا نشف به شعري، ساعات تحرق. ايوا دابا جاب الله بقيت عندي هذا، خلي نشف به ديال السيشوار. ايوا هنا حبيباتي كنوجد راسي، كنشف شعري من بعد ما دوشت باش ان شاء الله غنمشي نقضي شحال من حاجه، عشان النهار عندي عامر بلا ما نخليكم معايا. باسي هنايا قفطان ديالي، هذا قفطان ديالي غوز اللي ديجا قيسته اللي وريته لكم. صافي هنايا عندي الصنيديله ديالي اللي غنلبسها معاه، هادو غنهزو معايا ان شاء الله غنتقاسم معكم هذا النهار، فيه بزاف اللعيبات اللي غادي نديرهم. ايوا انتوا معايا الله دي بانيش برونزيت، جاب الله دي بانيش بداك السيشوار اللي عندي. اما كون بقيت محرس راه زعما ندوز للصالون ونشف شعري، لانه الشعر فازك ما كنحملوش، فاز كيضرني راسي كتشدني الشقيقه. ايوا صافي المهم جاب الله تفكرت داك السيشوار عندي. المهم حبيباتي جينا هنايا للكافي باش غادي نفطروا، لانه واخا معطلت حنا ديما كنجيو مع الفطور مع الوحده، الناس سالاو الفطور حنا يلاه غنفطر. القهوه هي اللي قابلين لينا عليه بالنا. المهم حبيباتي حنا دابا في هذا في الولفه، غنمشيو لهنايا فاشيستري هو الاولاني. فاشيستري هو الاولاني ناخذ داك الشيء اللي بغينا، حيت الفطور ساله في القهاوي خصك تجيبي معاك داك الشيء ديالك. ان شاء الله تفضل. عفاك عطيني جوج من هنايا وجوج من هادو. واش عارف واحدة من هادي؟ هادو لا باختيار. يعني خصني نمشي للمحطة ديال القطار، المحطة ديال الكيران، خصني نمشي نجيب شي حاجة يلاه وصلوني، المهم أنا غنبارطاجي معاكم غندخلو لهاد الكافي مزيان. باش الجو زوين اليوم، ما بقاش داك الصا دا ودا نايس تدعي يا نايس ودا تدعي. شكون نجيب داك الشيء ديالي اللي وصلني على الله تكون هادي لاجونس. واحد النهار كان عندي مشارجي كنجري ونجري، شوفوا كيفاش تبرونزيت. ها ريلي ليكم البنات غادي دابا ان شاء الله لعند الدار ديال العروسه، دايرين واحد بحال هكا غير بيناتهم، ها هي بحال هكا عائله خواتاتها داكشي دايرين الحنه. فغادي نمشي ان شاء الله باش انايا ندير الحنه، واخا عرفتي اليوم شحال من حاجه درتها، مشيت مع اختيار قضينا شحال من غرض، مشينا للطبيب، مشينا شحال من حاجه، فما بقاش الوقت، ولكن عرفتي راه لو ماكسيموم كنجري باش غير باش نوصل. عرفتي راه بابا كل مره ينقول لي كيقول لي بركه من جري بركه من جري، ولكن خصني ضروري نمشي. راكم عارفين يعني واحد كيتسنى فيك ضروري خصك تمشي عنده، خصوصا راكم عارفين كاين شي بلايص كتلقاي كديري الكلمه مع شي حد ما كيوفيش بداك الوعد. يعني انا عزيز عليا 12 الوحده الوحده، ومنين كنكون دايره مع شي حد وكنتعطل عليه لانه حتى انا جات شي حاجه فوق راسي كنتعصب صراحه، تعصبت ما نكذبش عليكم. ايوا هذا الله هذا هو اللي كاين، كلشي حنا غادي بالمكتب تنوصلوا ان شاء الله. المهم بديت معايا اريم. سي اريم قولي لهم السلام. السلام. قولي كيدايره حبيبه؟ صافي. كيدايرين؟ كيدايرين. لاباس حبيبات؟ مامي كلينا بدوات اوكي. كلينا بدوات واي مصروف. دابا كاين البنات قلت لكم حله حله خذ اريم ديالك سيوس 20 سيستر، وكيما سيستر سيستر وكيما مكتبش لها تاخذها.
المهم حبيباتي هلا عليكم. يا راني قاريه وديتي كولتي نتوما. ايوا هذا ما كان البنات قلت لكم صافي دابا غاديين ان شاء الله شادين الطريق وغنوريكم شنو وصلني في البوكس الغزاله عشان تعصبت مشينا الاولى قال لك لا دزت واحد لاجونت حدا قال لك راه ما عرفتش كونفونسيوني معاه ولا ما عرفتش فين سولت قال لي لا ما كايناش هادي صافي مشيت من موراها نزلنا لوحده شامي او فيري ريد لايك ريد يا لايك ريد فكرني ملي كنا كنعكروا في ايامات الصغر بهذيك المسكه ديال كيف اللون كنا نعكرو بها وكنا داك الفرماج الحمر كناخذو منو داك اللعيبه ديالو كنديروهم تفران والفاتخ كنصبغو دفارنا. البنات وصلت عاودت لكم هادشي مخي زعزع من بلاصتو هادشي عيش ديال بصح مع الطريق كتستريسيني داك الزحام وداكشي. المهم بلاش تنوصل ونطلع وداكشي وانتوما معايا او حبي ارينج مع بيزو مامي عزيزي المخدة عندك لا لا ماشي مشكل انا عندي اتساع وقربي الطبلة عند اسمع يلا عادي الحلوة قلبي في شي كويس يكون سخون عليها قلبي. ايوا هنا شنقول لكم البنات عرفتي جالسه خصكم حسمانه مسكينه العروسه قالت لك والو قالت لي والله جد جيت نقصي عرفتي وعطلت زعما الوقت غير دوزت الوقت باش انني نقص يعني واخا تعطلت قالت لك والو ما غاداش تمشي للنقاشه حتى تجي تنقصي. ايوا صافي قالت لي عرفتي بغيت نقص غير جهه واحده منين تعطلتي زدت تنقص جهه اخرى غير باش توصلي انتي باش ندركوا على الوقت ديالك لانه النقاشه تا هي عندها خدمتها وداكشي. صافي حطوا لينا هنا حلويات واتاي كاسكروت درتو معاهم والنقاشه واعره البنات ما نكذبش عليكم خطيره شو كيفاش تنقش بروفيسيونيل وحلمتها في فن دابا تشوفوها من بعد كيفاش غادي تولي هي راه ديك الساعه ما كتبانش عندها تا باتت ليا الغد لي عرفت خرجت طالقه مزيان. والبنات بالنسبه للفيديوهات ملي تشوفوا شي حاجه ولا شي حاجه كتبان لكم ناقصه ولا هادي البنات راه ما كنصوروش لكم كلشي ونبدا نشرح لكم السبب علاش هادي وعلاش لا. بحال الفيديو اللي شفتوه اللي فات مشينا كل واحد تفرق لانه كل واحد وشغالو كل واحد شنو عنده ما يدير فداكشي علاش يعني كاين وقت صغيره وقت صغير يعني مده قصيره خصنا نديرو شحال من حاجه. فالحمد لله كما قلت لكم التفاهم وكلشي اما راه ساهل باش الواحد يبدا يقول مال هادي ويعلق على هادي ولكن حنا الحمد لله تلاقينا بالتفاهم والله خلينا نكملوا حياتنا كامله ان شاء الله مع بعضياتنا بالتفاهم وبالتي هي احسن هادشي اللي نقولوا. عرفتي حمقاتني الحل ما نكذبش عليكم فن فن بزاف والنقاشه تبارك الله عليها راه زعما راه ليكسبيريونس ما نكذبش عليكم. ايوا صافي هنايا اختي الجديده هي اللي كتلقي لي هادشي قريبا ان شاء الله غادي تشوفوها معايا ضروري غادي تبان ف ايتاب بار ايتاب نولفو نزيدو نولفو على بعضياتنا ان شاء الله وغادي تشوفوا ان شاء الله العائله الجديده ديالنا. ايوا والحمد لله الحمد لله كما قلت لكم كل واحد ربي تيعطيه على داكشي اللي كيتمناه واللي كيدعي ست ربي راه ربي كيوفقو ليه. اجا ارين صافي نحلو غير هذا انا باقا ما شفت والو انت سي باقا داكشي اونبالي اش خسر انا نحلك انا يا اش خسر الحنه لا خسر الدار ندير هاد اونبالي داكشي مزيان راه عرفتي علاش حيت هادوك الكاروت كيلوحو انت عرفتي روين كيف حتى كيف انت ما جبناش فاش عرفتيها زوين هذا كيف هذا ديال الايكون ديال الوليده هذا شاهو هو ندير في الغوز تقيس شوف ديك الساعه علاش هذا غيكون ديال ماماك صافي ديال ماماك علاش نخرج نفس اللون لا غير بالكولور عرفتهم هذا ديالي ديالك هذا هذا ديالي بلاش يكون هذا شي تصوير ديالي تاكدي شنو هو صافي هذا هو اللي اختاريتي صافي شوفي الحزام علاش نشوف الحزام شنو ما قال لي صافي صافي
صافي عرفتي من الاحسن طلع الكرتون اه من الكرتون من الاحسن يا حبيبي الزوين ديالي قالك ديري لي موسيقى ديال يا حبيبي واقع انت راك هو حبيبي ياك انت راك حبيبي زوين انت وتكات ايوا خا دوري دوري صافي حبيباتي هادو هما حبيباتي تا هما غنديروا لهم موسيقى ديال حبيبي الله ساليت النقش انا تنوقف ونوريكم كي جا خا غسلتو قالت لي علاش غسلتيه خلي كون خليتيه بحال هكاك راه خسري النقش ديالك ف شنو هادشي دايره انا الصمطه واش حاجه محطوطه في الصاك ثقيل بحال زعما راه شخص جالس تما المهم البنات دابا ان شاء الله غادي نمشي باش باش غنتلاقى باختيار ديال لي الطياره كيصيفط لي ميساجات فينك 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 قالت لي كون جبتيهم يجلسوا هنا ويهنيوك يبقاو جالسين ايوا قلت لها راه بغاو يجلسوا في كافي وراكم عارفين الرجال عزيز عليهم يجلسوا في قهوه ايوا دابا كان البنات دابا راه تعاود الدار ان شاء الله وغنبارطاجي معكم الباقي راه شفتوا داك الشيء يلاه خديتو من عند مولات القفاطن من قنيطره صراحه تعامل راقي غزال زائد حاجه اخرى انه عندها قفيطنات دو لوكس اللي ما تقدروا ما تلقاوهمش في بلاصه اخرى عندها داكشي طوب والاهم في الامر الاثمنه مناسبه داكشي باش غتكري تتشري وكتهناي صافي ان شاء الله حتى نهار المناسبه وغادي تشوفوا داكشي كيفاش غادي يجينا غتشوفونا لابسينهم وبالنسبه لشنو اخر باش نتفكر صافي هذا هو اللي كاين جايه المهم حبيباتي هنايا جيت لدرب السلطان شوف كياكلوا الحمر العاصي ودابا راجع عليهم باش نهزهم مشاو داروا في درب السلطان شويه معاهم فارين ايوا صافي دابا جيت نهزهم باش نكملوا طريقنا للدار شوف ديك الساعه شنو هو البلان سلام علي زوينه شوف اللبس ديال دوغا انا الزبينه تلبس الجبادور باريلوت كتلبس الجبادورات اجي 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 عندك باختيار انا قلت جوجه ديالنا السلام عليكم سلام مزيانة دغيا غسلتيها غسلتها عافية لا راه مازال غتعطي في الصباح راه ما بيناش دابا مزيان شوف انت راه حتى الصباح باش غتبان مزيان قلت لي تصبحي مشكلة خصها تبدل هذاك البيرك ليا نو نو جاست بيكوز ذاك اند اي واشد از ويل اي شود نو واشد حيت صافي نفرش بارين هوري ملي كتندير الحنة كنطول بها كنتصب كنبغي نحس حاجة بارين نايزين عندنا يديت عند البصري الشوافه الموسيقى دخلنا ليها كنا ديجا كنجيولها شحال هذه ولكن تبدل لها ستيل ولاو كيديروا فيها الطهارات بحال كعائليه فقلبنا البروغرام اللي دخلنا عرفتي داك الشيء مجهد بزاف وحنا عرفتي راسنا مطنطن علينا بالدوران وجري وجري فقلبنا خرجنا من تما قلبنا ديك البلاصه اما ديك البلاصه زوينه الصراحه الجلسه كانوا كيديروا الشوايه وداك الشيء فراش ولكن دابا ولا عندهم داك الشيء موني ديال السهره كاين سكيلو ديال الطحون سكيلو ديال البلاو سكيلو ديال اللحم فرونساج دخل دخل انسايد دخلنا البنات عشان هاد الريستو زوينه صراحه كبيره كاينه ريستو اوتسايد او نو كنشوف واش فوق قداش والله سي فيري نايس بس اي ثينك دي نو بدي كوم ان تو هير فيري دا اوف كورس اي ثينك دي تشان دوف بيكوز نو بدي هير شوف قداش هنا عشره كبيره هادي تلي خلا فيري بيك ريستورانت تو تيرن داون ذا لايت باش هي هي باش يلا بجوج كاين مسحه طبلا مع خينا يلا بغيت الناس ناضوا شوف بس زوينه بالنافوره يا ولد الشعبي بلا اسم الشعبيه حنا ما بغيناش داكشي ديال لا كلاس بغينا شعبيه واش حاجه شعبيه نعيشوا مع ولاد الشعب حتى شعبيين هذه 62 هي
speak the Mexican here. It's not for you as well. No, it's not for you. What's for you? It's not for you. No, I can't. No, go away. I like you. I said go away. مارك ليش قال قصنا نقع نفق فيهم الحب ما يشتي الشوي هذا بلا متى قد عطينه شريتي الدجاج كان كل مع راسك شريتي الدجاج يلا بصحتك وراحتك هذو راه هما فيهم الحسنات مساكن ما كاين اللي يعقل عليهم سبعينة ها راه كيفاه سبحان الله العظيم سبعينة تقزر شي حد ما يقدر يعطيه ياكل مسكين عرفتي كي راه طيف ديالو هذو راه مساكن تاهما عشرة من القزر بقا كيشوف فيا كيقول لك تتاكد واش غندوي على شي كتش واحد يقعد فامي ظريفة هذيك الكلمة ظريفة ظريفة مسكينة شوف رحان دير شي كيقول لك تقدم اه عليك والله والده مسكينه ولي على ايدك ان شاء الله سلامه بابا طلع يلا بشير طلع شي صافي انا ما وصلتش عند حدي نوريكم على الحناني من بعد الحناني والقلباني حبيباتي كما شفتوا في الفيديو درنا الحنة ما لبستش اللبسة علاش لانه كانوا كما قلت لكم غير عائلتهم فدرت بلا ما لبست ديتها مع اختي عاد لقيت الناس لابسين راه غادا نلبس ما لقيتش واش لابسين ما غاداش نلبس صافي فعلا ما لبش بديت يدي وتعطلت على النقاشه ومسكينه بقات تتسنى وكان عندها واحد العرس وخلت العرس نقشات غير العروسه وجات لعندنا لانها جارتهم كتكون في الدرب ديالهم فمسكينه نقاشه فنه عرفتي الحنه ولات غزاله كحالت مزيان تدازت على الغد اللي عرفت كحالت مزيان المهم حبيباتي هذا هو اللي كاين وبالنسبه لبغيت غير نعطيكم واحد التوضيح حيت كاينين الناس انا غير باش نقول لكم انا فقط تنصور لكم واحد الجزء راه كاين شي حوايج راه ما يمكنش غنوريكم بلو ديتاي كاملين اش توقع في داك النهار النهار اللي مشينا درنا المكاتبه البنات كاينين بنات قالك علاش ما مشيتوش تغديتو مجموعين كاين اللي قالك علاش ما مشيتوش مع العروسه علاش العروسه ما مشاتش معاكم البنات داك الوقيته هذا هو الاتفاق اللي كان يعني غنتكاتبوا ومازال غادي تشوفوا ان شاء الله شنو غادي يكون يعني دقه دقه ما تزربوش غادي يكون الجديد ان شاء الله غادي تشوفوه نتوما راكم ما قلت لكم عائلتي وغادا نتقاسموا معكم بلي ديطاي كلشي لانه علاش هما مزروبين كانوا معاهم عائلتهم جايين معاها عائلتها حاضرين معاها عمها ومرت عمها وناس اخرين جايين في الطوموبيل كيتسناو فيها كنا بغيناهم يمشيو معنا ولكن قالت لها كيتسناو فينا وحنا كذلك منين شفنا فحال هكاك صافي يعني خليناهم براحتهم لانه جا داكشي فجاه راه عرفتي العدول عيطنا لي الو جي اجي صافي تزدنا فهذا هو اللي كاين داكشي علاش داكشي جا مزروب فبغينا غير نقضيو الغرض تكون مكاتبه حنا جينا نبقاو داك التحقيق علاش هذه بحال هكا لي ديطاي هادوك هما الحوايج اللي كيديروا المشاكل فالبنان ما يبقاش يركز في داك لي ديطاي صغارين حنا الحمد لله حنايا كما تيقولوا كول وهما كول الحمد لله تفاهمنا يعني ما لقيناش مع بعضياتنا داك المشكل ديال التحقيق علاش هذه هكا حنا تقولوا كما كيقولوا كما كيقولوا شي كيكمل شي مدوش على هذيك تغوت راسك على الله غادي تشوفوا لانه كل حاجه نظمنا لها وقتها معهم يعني اتفقنا معهم على كل شيء الحمد لله كل شيء تيسر وكل شيء داز بخير ان شاء الله فيديو جاي غنتقاسم معكم واحد الفيديو اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف ان شاء الله بيزو لكم كاملين دير لهم بيزو ارين ان شاء الله ليا فراسكم بزاف بزاف السلام عليكم باي باي ماما قبلو يلا قول لهم باي 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 باي